الحديث مستقيمي العمود الفقري باسترخاء تام، واضعين الكفين بالشكل الذي يريحنا، تنفس منتظم بطيء هادئ مترافق مع إرخاء الجسم. مترافق مع شحن الخلايا من خلال الشهيق وبالزفير إرخاء العضلات وكل الجسم. نبدأ بالزفير من البطن مع خمس البطن للداخل، طرد الهواء الخزين. بعدين الشهيق مع محاولة إرخاء البطن للخارج بشكل تلقائي، بينسحب الحجاب الحاجز للأسفل، تتوسع الرئتين وشهيق أكثر 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 حتى الكتفين، ثم زفير. ومن جديد بنكرر ثلاث مرات. مع كل شهيق شحن للخلايا، مع الزفير إرخاء تام. مع الشهيق عم نركز على العين الثالثة بين الحاجبين، عم نسحب النور. مع الشهيق لداخل مركز الدماغ. مع الزفير عم نطرد سلبيات اللاوعي الكامني بشكل برامج عبر الأثير الموجود في بطينات الدماغ، تجاويف الدماغ. ندخل للعمق أكثر بالدماغ مع متابعة التنفس التلقائي الواعي بتركيز فكر للي ما بده يصير غير واعي، واعي بتركيز فكر دوما. شهيق للنور من العين الثالثة تدخل لمركز الدماغ، وبالزفير عم نطرد السلبيات المتراكمة في تجاويف الدماغ. بيقدر الإنسان إذا ما حب يتابع بالتركيز يسلم الشهيق والزفير بنية شحن النور لمركز الدماغ، وبالزفير إزالة السلبيات من تجاويف الدماغ بيسلمها للاوعي، وبيدخل للعمق.
أكثر ليوصل لنقطة مضيئة دقيقة جدا فيها إشعاع نوراني مثل نجمي تولد النور من ذاتها مثل الشمس. قم بالكثافة أقوى من أقوى طاقة موجودة، أقوى من القوة النووية، قادرة أن تحررنا بقدرة الله. الله قد خلق القوانين ونحن لم نتواجد إلا بقانون محكم وفعل متقن، قوانين العقل. استدعت تواجدنا ضمن زمان ومكان، نظهر بجسم مادي كمثال مسقط عن معلومات عليا بجسم أثيري دخل لهذه المسرحية الحياتية ضمن قدر بتقاطعات كوكبية عاطفية عقائدية لنظهر ظهورا بشخصية ما واسم ما ومنصب وعلاقات بأفكار ومشاعر ضمن قدره نعتبره مهما تماهى بالسوء موفقا ومهما أطلق من خارج ذاتنا سهام الأنفس الأمارة علينا نعتبره أيضا موفقا لأننا مربوطون بوعي السماء أي وعي شمس العقل أي بداخل هذه النقطة المضيئة اللامتناهية في الصغر والتي منها نخرج لعالم لا متناهي بالاتساع والكبر. إن نظرنا بعيون حسية للعوالم المادية من ظلنا بهذه النقطة بمركز الدماغ أصغر من أصغر شيء هو أكبر من أكبر شيء من طابق هذه النقطة المضيئة المشعة مع الغدة الصنوبري الموجود بنقطة تقاطع المحور النازل من سماء القدرة الإلهية والداخل من قمة الرأس
والذي ينتهي بالأرض بنهاية العمود الفقري. يحمل معلومات السماء ويجسدها في الأرض. والشعاع الأفقي الآخر الذي يتقاطع معه من منتصف الجبهة للخلف لقفا الرأس متوازيا مع الأفق بهذه النقطة نتنفس. البعض راح يشوف لون البنفسجي القدسي، ممكن يشوف ألوان أخرى أو اللون الأبيض. نتنفس هذا اللون اللي عم نشوفه، واللي ما عم بيشوف لون بيركز على هذه الشمس اللامتناهية في الصغر بهذه المنطقة. هي بذرة الحياة الروحية، نغذيها بنور الوعي الصافي عبر شهيق للنور وزفير لسلبيات الفراغ الذي طالما جعلنا نتجسد بشعور أسود مظلم فيه الضجر والكآبة والضيق والفراغ. نشهق النور من بين العينتين من منتصف الجبهة، من غذي بذرة الحياة في الغد الصنوبري كما البذرة تنبت برع يتحول لشجرة دائمة الاتساع، تخلق بذورا من جديد من خلال رعاية وسقاية وعناية. بمجرد أن تزرع في تربة خصبة وتشتم رائحة الماء يبدأ رشيم الحياة بفلق القشرة الصلبة والارتفاع نحو السماء. كذلك فإن غدتنا الصنوبرية بمجرد أن تشتم أثير النور تبدأ بإزالة تكلسات السنين لتتفتح بشكل زهرة بيضاء بتلة بتلة تويجة تويجة تتفتح أكثر وأكثر لتصبح كزهرة لوتس بيضاء بألف تويجة. تنفتح نحو السماء
تستقبل طاقات سمو العقل هي لغة يفهمها وعينا من ذاته ويراقب كشاهد من أعلى على موجودات ذواتنا يرى كيف أن الفكر رغم اتساعه قد أصبح محدودا بحدود تدير عوالم أدنى من هذا المستوى الراقي في الوجود. نستقبل طاقات السماء، شلالات من غيوث الرحمات الإلهية تستقبل عبر زهرة بيضاء لوتسية لتغذي قلبنا المحب للرحمن الرحيم، لعلنا نصحو لنعكس صفات الإله فيتجلى الحق من خلالنا. والمعرفة والعرفان والحب والجمال والحنان لنصبح بتناغم حقيقي مع الوجود الأوحد لله سبحانه. وبعد أن تفتحت منا الطاقات واكتشفنا من ذاتنا كنوز الطاقة الإلهية وبحور المعرفة الربانية، أدركنا باليقين بعين من يقين من داخل عقلنا المنفتح لسماوات العقل الشامل والمربوط بقلبنا المتناغم مع رحمونية الإله، النابض بحب الحياة كوجود أوحد تع
تعبيرا عن المحبة الإلهية في عالم يظهر بمقامات الدون وكأنه أمواج تظهر على سطح المحيط بانخفاض وارتفاع بهيجان أو تباطؤ أو تسارع لا يهمنا، ولا ننهم ولا نقلق لفقاقيع هواء تظهر على سطح الماء، ولا لتموجات الوهم عندما نكون بشهادة الحق نشهد جمال الذات الحقة فينا بتناغم العقل المنفتح لسماوات العلا مع القلب المنفتح لحب كل الوجود. فقد انتفى التضاد وانتفت الأحكام والتقييمات وانتفت منا برمجية المعتقدات وعيش الوهم وتضاد أنوات الوجود. ونحن بهذا السمو ندرك مدى وهمية صراع الفقاعات على سطح الماء، وندرك جمال قدسية آياته بقوله سبحانه: قل والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لم نكن ندرك قبلا معنى جمال تفتحات معاني آيات الجمال، لأننا كنا نعكس بفكرنا معتقدات التطرف وضيق الحال وبرمجيات الهوى وفيروسات الضد وما هوى من خطوط سوداء قد بثت على صفحات بياض عالم العقل وامتزجت بمرور الزمن وتوالي الحضارات خطوط سوداء مع تجليات الإلهام من سماوات العلا، فعانت البشرية من حروب ضدية لترسيب ما بداخلها من برمجيات سلبية لعلها ترتفع من مقامات الدون لسماوات تفتحات جمال الوعي عبر زهرة بيضاء بألف تويجة تمتص نور المعرفة البيضاء لتجسده بواقعها الجميل. Thank you.
يا فراشات النور تحوم حول عمود النور، ويا نحلات الصمد تمتص رحيق الآلهة. ويا براعم الزهر تفتحت لتعطي جمال لهذا الوجود تعبيرا عن وعينا لأصلنا وكنز ثمين خبئ على مر الدهور والسنين لينتثر منه نثرات الذهب تمتزج بشلالات شآبيب القدرة وتمتد لمقاماتنا فتتغير طبقة القدر لتصبح بثراء، ونثرات الذهب تتعبر في منطقة الحنجرة ليصبح كلامنا. بصدق ولطف وجمال ويغسل الماء القلب الحزين ليغذيه بماء المحب الرحيم ويثريه بكنز من ذهب صرف خالص ثمين، ثم ننقي منطقة البطن فوق السرة لنثري بحبنا ووعينا كل العلاقات فلا يبقى في هذا المقام وهم انفعال عاطفي ولا قلق ولا خوف ولا طفيليات طاقية ولا تولعات بأشخاص وهمية، فنحن الجمال ونحن الحب ونحن الطريق ونحن الحياة مربوطون ببذرة الحياة بوعي السماء ننقلها عبر ضفيرتنا الشمسية لروابطنا والعلاقات لتصبح هذه الرسالة رسالة وعي لكل من يرتبط بنا ولكل من يتعرف علينا ولكل من يسمعنا. ثم تتحدر نثرات الذهب مع ماء الحقائق الكونية لتفتح مسارات طاقاتنا الأثيرية
ليتجسد الثراء والصحة والازدهار في عالمنا المادي، فلا يبقى مرض إلا وفيه الشفاء. وإذا مرضت فهو يشفين، فهذا هو الحق قد تجلى لنصبح بشفاء داخلي عجيب. نعكسه بواقعنا كلما عدنا فتح كنز هذا الجمال. نشعر بعمود النور من السماء إلى الأرض، يلتف حول فراغ بداخله فيه معلومات هذه المعلومات فيها كلمات، كل كلمة توحي لكل مقام بدوام التقدم والترقي والانفتاح والاتساع. كل فرد يسمع عبر عمود النور هذا ما يريد، لأن الله سبحانه قد أعطانا حرية الاختيار، فلنا ما نختار، فمنا من يختار شفاء الإنسان، منا ومنا من يختار شفاء الجسد، ومنا من يختار شفاء روابط معينة عبر كلمات تتعبر بالحب والجمال والمعرفة والوعي والإخلاص والصدق والتعاون والإخاء، التقدم والازدهار والتناغم والانسجام. وفيها معلومات النفس الراضية المرضية وجمال التسليم مع واجب السعي ضمن القوانين الأرضية عندما نسير بمركبة جسدية، وثبات الشفاء بعقيدة عزم وتصميم بشعار ساعد أبدا لا تؤذي أحدا.
في دين الإسلام بحقيقته والوعي المسيحي بحقيقته. تحت شعار لا يوجد إلا دين واحد هو دين المحبة، ولا توجد إلا لغة واحدة هي لغة القلب، ولا يوجد إلا طائفة واحدة هي طائفة الإنسانية جمعاء، ولا يوجد إلا إله واحد، إنه كلي الوجود. بهذا السمو ومن هذه المقامات شفاء الإنسان، الإنسان الكوني بولادة العصر الذهبي لكل من تقبل هذه الخيرات بامتنان. ناخذ شهيق من جديد. من خبئ هذا الكنز الثمين، نعقد العزم على أن تكون هذه بذرة عرفانية للدين الأبدي الكوني الواحد الذي لا يوجد به إلا جمال الواحد الأحد بدون أي حكم أو تقييم لاختيارات الآحاد. فقد علم الناس مشربهم وعدل الإله بالتخيير. من ردد معا آية الجمال في الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا به، يعلم ما بين أيديهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما هو العلي. لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع ولا يحيطون بشيء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا
ناخذ شيق جديد منحس اكثر بوجودنا الحسي. بالتدريج لمن يريد فتح العيون، اللي كثير الطاقة عليه بيقدر يستلقي ويتابع رؤية هذا الجمال مع التشبث بكل ما أوتي من عزيمة وتصميم بهذا العمود النوراني المتحدر من علياء سماء الوعي، فلا يفقده بجهل وقلة وعي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.